أعلن حزب الله اللبناني اليوم الجمعة مقتل مصطفى بدر الدين أحد قادته الميدانيين في سوريا إثر انفجار استهدف أحد مراكزه قرب مطار دمشق الدولي. وجاء في بيان للحزب أن القيادي بدر الدين قتل الثلاثاء الماضي وأن التحقيقات ستحدد طبيعة الانفجار وهل هو ناتج عن قصف جوي أو صاروخي أو مدفعي، وسيتم الإعلان عن مزيد من نتائج التحقيق قريبا. من جهتها ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن بدر الدين قتل في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق. يذكر أن بدر الدين هو مسؤول الوحدات العسكرية المقاتلة للحزب في سوريا، وهو أحد المتهمين بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بحسب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الكاتب الصحفي دريد البيك. أهلا بك أستاذ دريد. أهلا بكم. يا هلا. يعني أستاذ دريد، غموض يكتنف عملية مقتل بدر الدين، وحزب الله يقول إن التحقيقات جارية لمعرفة من قتله، ووسائل إعلامية أعلنت مقتله بغارة إسرائيلية. كيف قتل بدر الدين إذن؟ والله بالواقع يعني حزب الله من يوم الثلاثاء لليوم هو متكتم على مقتل هذا الرجل الذي يعد يعني أحد القادة الأهم في حزب الله، والذي يعني توكل بجرائم كثيرة اقترفها حزب الله آخرها الجريمة تجاه الشعب السوري. طبعا هذا التكتم ويعني ومن يوم الثلاثاء أعتقد أن حزب الله الآن بعد مرور أكثر من 72 ساعة يعرف تماما من قتل مصطفى بدر الدين، وأعتقد بأنه يعني ثوارنا ليسوا بعيدين عن هذا الإنجاز الذي نباركه لهم، وكائنا من كان من قتل بدر الدين، لأن بدر الدين طبعا يعني رجل اقترف الكثير من الجرائم ضد أهله، ويعني وليس ضد أعدائه كما يصور حزب الله دائما، ضد أهله والأقربون منه والناس الذين احتضنوه وآووه وأرادوا أن يكون فعلا بطلا في مواجهة إسرائيل. هذا الرجل يعني اليوم عندما يزدل الستار على حياته لا شك أنه كان نريد أن يفضح أن يعتقل ويفضح كل أسرار هذا الحزب المجرم، لكن بما أنه قتل وأزدل الستار عن حياته لا بأس أن نقول بأنه هذا نصر لثورتنا، وكل الخسائر التي يمنى بها حزب الله هي نصر للثورة السورية التي هي منتصرة في النهاية مهما تكالب عليها الطائفيون نعم. طيب هل هناك أي رابط بين استهداف بدر الدين وحادثة اغتيال الحريري وهو أحد المتهمين في هذه القضية كما ذكرت؟ يعني لا أعتقد أن المحكمة الدولية قد أمرت بقتل مصطفى بدر الدين، المحكمة الدولية أمرت بإحضار مصطفى بدر الدين، والدولة اللبنانية العاجزة وحزب الله الذي كان يعني يقول هذا الرجل في قيادته ومن سماه أبطالنا حسن زميرة، هذا الرجل عندما يقول لا بثلاثين يوم ولا بثلاثين سنة ولا بثلاثمائة سنة أنه سيسلم هؤلاء المجرمين للمحكمة الدولية، ما بعتقد أنه يعني مقتله له علاقة كبيرة يعني بهذه الجريمة، جريمة قتل الحريري. لكن والذي هو متهم رئيسي وأساسي، وأعتقد أنه يعني الدلائل يمكن أن تشير إلى ما هو أكثر من اتهام، لكن كونه لم يدخل المحكمة فهو متهم. بالواقع يعني قد يكون يوم جميل لورثة الحريري ومن يعتقدون ونحن منهم بأنه كان رجلا وطنيا حرا، لكن يعني أعتقد بأنه مقتله ما له علاقة بهذا الموضوع. يعني يمكن أن يكونوا مسرورين لأنه انتقم، لأن مقتله كان انتقام لقتل الحريري تلك القامة الوطنية الكبيرة العظيمة، لكن أعتقد أنه مقتله على علاقة بما يحدث في سوريا الآن، خصوصا أن اعتراف الحزب بأنه قتل في سوريا، هذا الاعتراف هو أمر مهم جدا لمعرفة كيف حدثت القتلة. نعم. طيب هل هناك أي ردود فعل متوقعة من حزب الله في حال تأكد من الطرف الذي قتل بدر الدين؟
يعني لا أعتقد أن حزب الله يستطيع أن يجرم بمعدلات أعلى مما أجرمه خلال الثلاث سنوات الماضية. لا أعتقد أنه كان يستطيع أن يقوم بجريمة ولم يقم بها خلال الثلاث سنوات الماضية. والشعب السوري قال لكل أعدائه يعني أعلى ما بخيلكم ركبتموه ونحن قادرون. هذا الشعب الذي وقف أمام هذه القوة النارية وهذه القوة الغاشمة التي انهالت عليه من كل حدب وصوب من الشرق ومن الغرب، من أقاصي الصين إلى أقاصي يعني إلى غرب أمريكا، هذا الشعب الذي وقف أمام كل هؤلاء المجرمين وأولهم إجرام بشار الأسد وحليفه حزب الله، أعتقد أنه قادر على أن يصمد أمام أي جريمة يريد حزب الله أن يقوم بها تنكيلا بمن قتل مصطفى بدر الدين. لكن نعم. إذا كنت تقصدين أن حزب الله ينتقم من إسرائيل أو ينتقم، فلا شك أنه يعني ما زال أمين عام هذا الحزب يتوعدنا بأنه سينتقم للقادة الأول الذين قتلتهم إسرائيل ولم يفعل شيئا بعد. أعتقد أن أمامه لائحة طويلة من الانتقام، وهو على خطى بشار الأسد عندما يقول سنرد في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. نعم شكرا لك الكاتب الصحفي. وأعتقد أننا سنرى نهاية هذا الحزب قبل أن يستطيع أن ينتقم من أي حد. نعم شكرا لك الكاتب الصحفي دريد البيك، كنت معنا من دبي. شكرا.